ليس كورونا. نهال عنبر تكشف السبب الرئيسي لوفاة أحمد خليل ووصيته. كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل عن الحالة الصحية للفنان أحمد خليل وسبب رحيله، مؤكدة أنه لم يتوفق بسبب فيروس كورونا ولكن بسبب القلب، والذي ضعف جدا بسبب إصابته بكورونا، وهذا كلام الأطباء لي. وقالت أحمد خليل كان أول لقاء له معه في أيام الغربة، وكنت مش طايقة، كان عصبي ومتضايق من شيء، وذهبت معه بروفا، قال لي ثانية من فضلك، وزعلت واتخذته منه، وكانت أول مرة أمثل معه، وجالي بعدها وقال لي أنا آسف، وقال إن كان في شيء أغضبني ويلا نرجع للمشهد مع بعض. ووصفته بأنه برنس وشياكة في التعامل جدا، يحترم نفسه ويحترم الآخرين، وأنها تواصلت معه أول أمس وطلبها في التليفون عندما قالت له إنها تعبانة وكان صوتها مش طالع، وقال لي إنه هو كويس. أكدت أن الفنان أحمد خليل لم يتوفى بكورونا قائلة القلب هو اللي تعب، وكان صوته فيه وهن جامد، بس كان تعبان وكان يتحدث، وقلت له أنت محتاج مستشفى، قال لي أنا كويس وعامل مستشفى داخل البيت، وقلت له كفاية عشان أنت تعبان، ولم أستطع التواصل معه أمس نهائيا. كشفت أن سبب عدم حضورها الجنازة هو تعرضها لأزمة صحية، مشيرة إلى أنها سمعت أن وصية الفنان الراحل هي عدم إقامة عزاء. بعد وفاته استعاد قطاع كبير من الجمهور حوار تلفزيوني له أجرى قبل نحو 20 عاما في برنامج الست دي أمي، حيث تحدث فيه عن والدته، حيث قال إن والدته كانت تعامله وكأنه ما زال صغيرا على الرغم من اقترابه من عمر 60 عاما، وأنه بالفعل ما زال يحتاج لها ولرعايتها به. ذكر الفنان أحمد خليل منذ 20 عاما أثناء أجازة الصيف لأبنائه طلبوا منه الذهاب لقضاء عطلة بالساحل الشمالي، لكن حينها كان يصور ولم يستطيع الذهاب معهم، وبالفعل تم تحديد موعد السفر، واستعد أولاد وزوجته لقضاء عطلتهم الصيفية، وكانت والدة الفنان تمكث معه بنفس المنزل، وفوجئ برفضها الذهاب مع أولاده وزوجته، فسألها لماذا لم تذهب معهم، فأجابت والدته لم أستطيع الذهاب وأنت تظل وحدك بالمنزل. متابعا وضحت لها الأمر أنني منشغل بالتصوير ولم أعود إلى المنزل إلا بالساعة الثانية فجرا، لكن والدتي طلبت مني المكوس معي عندما أعود من عملي. وأضاف الفنان أحمد خليل أنه تعجب من إصرار والدته لعدم الذهاب مع أسرته من أجل تحضير الطعام له عندما يعود إلى المنزل في الثانية فجرا، حيث ورد عليها أنه بالفعل يتناول الطعام وهو في البلاتو، ولكن واجهته والدته بتخوف آخر وقالت له أخشى أن تمرض وأنت وحدك بالمنزل لا قدر الله، فقال لها خايفة علي أمرض وأنا وحدي، وماذا لو مرضت أنت لا قدر الله وأنت وحدك، إلا أنه أصر على ذهابها مع زوجته وأبنائه. أصيب الفنان أحمد خليل قبل أيام حيث شعر بالأعراض أثناء تصوير قصة حكايتي مع الزمن ضمن أحداث مسلسل إلا أنا، إذ أجرى الأشعة والفحوصات الطبية ليتبين إصابته بالفيروس، حيث قام بإجراءات العزل المنزلي واتباع البروتوكول العلاجي من وزارة الصحة. أكد مصدر مقرب أن إصابة الفنان أحمد خليل بكورونا أدت إلى حذف مشاهد عديدة في المسلسل الذي كان من المقرر أن تنتهي أحداثه في 14 من نوفمبر، وصرح المصدر أن المشهد المتبقي للفنان لا يؤثر على الأحداث، فهو عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة، ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.
جدير بالذكر أن الفنان الراحل آل كبير طوال مشواره الفني لم يقدم أي عمل يندم عليه أو يقلل من احترام الجمهور له واحترامه لنفسه، وهكذا أكد في العديد من لقاءاته وحواراته، حيث كان يقول دائما: لم أقدم في حياتي عملا فنيا أخجل منه أو تخجل منه زوجتي وبناتي، وراضي تماما عن كل ما قدمته. جدير بالذكر أن والد الفنان أحمد خليل اقتنع بعمله في الفن بعد أن قابل ابنة الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم عام 1966 وسلم عليه بعد تخرجه من معهد السينما، حيث كان الأول على دفعته، وحرص الابن على تنفيذ وصية والده طوال حياته. عاشق الراحل الكبير الفن بحق، ولذا تحققت نبوءته، حيث كان يقول دائما حين يسأل عن فكرة اعتزال الفن أنه لن يعتزل إلا وهو على فراش الموت، وسوف يعمل طالما يستطيع وحتى آخر عمره، وهو ما تحقق بالفعل، حيث رحل الفنان الكبير أثناء عرض آخر أعماله وهي حلقات حكايتي مع الزمان من مسلسل حكاية ورا كل باب، ومرض أثناء العمل ولم يتوقف عن التمثيل إلا وهو على فراش المرض الذي خطفه سريعا بعد حياة حاز فيها على الاحترام والحب والتقدير. وصية الفنان أحمد خليل قد أوصى الفنان قبل وفاته للأجيال الجديدة بأن تلتزم بأصول المهنة، وقال في آخر حوار: أتمنى أن يلتزم الجميع بأصول المهنة ويكرسوا تفكيرهم بتقديم رسالة هادفة وواضحة للجمهور، وأن يحترموا المشاهد مثلما احترمهم عندما قرر أن يتابعهم، والابتعاد عن الأعمال المبتذلة التي تقدم في الوقت الحالي، والالتزام بتقديم فن راقي وهادف. لم يتم تحديد موعد عزاء للفنان أحمد خليل حتى الوقت الحالي، ولكن مصادر مقربة قالوا أنه طلب من أقاربه عدم إقامة عزاء له بعد وفاته، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. لا يبقى من الإنسان بعد رحيله سوى الأثر الطيب وعمل الخير، الجميع يعلم ذلك، ويبدو أن الفنان القدير الراحل أحمد خليل ترك أعمالا خيرية إلى جانب أعماله الفنية،